عايز اقول لكم ردود الافعال في الصحف العالميه والوكالات على انتصارات النادي الاهلي وفوزه امبارح بكاس السوبر. شبكه اسمها اي بي سي كولر في باراجواي كتبت قالت الاهلي بيفوز على الرجاء ويحصل على كاس السوبر للمره الثامنه في تاريخه بركلات الترجيح. صحيفه سبورت الاسبانيه قالت ان الاهلي يفوز ببطوله كاس السوبر للمره الثامنه، احنا قدامنا اهو للمره الثامنه في تاريخه، وبيزيد من عدد بطولاته القاريه ل 24 بطوله ويطارد ريال مدريد. اما شبكه فوت ميركاتو الفرنسيه فقالت ان الاهلي بيتوج بلقب كاس السوبر الثامن في افريقيا عن طريق ركلات الجزاء وسيناريو درامي في قطر. شبكه اديسكي تايم الجنوب افريقيه قالت ان بيرسي تاو يساعد موسيماني بيتسو موسيماني على الحفاظ على لقب كاس السوبر الافريقي بطريقه دراماتيكيه. سجل طار محمد طاهر في الدقائق الاخيره من زمن المباراه ليحقق الاهلي اللقب الثامن بركلات الترجيح. شبكه ايول الجنوب افريقيه برضو قالت ان لعبه بيرسي تاو دور البطوله في فوز الاهلي بكاس السوبر الافريقي على حساب الرجاء بعد صناعته هدف التعادل القاتل لزميله طار محمد طاهر، ثم ركلات الجزاء الترجيحيه تنتهي لصالح المارد الاحمر بنتيجه 6-5. مهتمين ببيرسي تاو على اعتبار ان جنسيته هو موسيماني الاثنين طبعا من جنوب افريقيا. شبكه الاو اي ان ان الامريكيه قالت الاهلي عاد من الخلف يعني من بعيد على اعتبار انه كان جاي في جول في بدايه المباراه في الدقيقه 12 حميد احداد، فرجع من بعيد جدا واحرز الهدف في الدقيقه 90 ونجح في حصد لقب الثامن من كاس السوبر الافريقي على حساب الرجاء بعد هدف قاتل من طاهر محمد طارق قبل النهايه ب 30 ثانيه، ثم ماراثون ركلات الترجيح ليفوز بطل دوري ابطال افريقيا بنتيجه 6-5. شبكه الار اف اي الفرنسيه قالت ان الاهلي يفوز بلقب كاس السوبر للمره الثامنه بعد ركلات الجزاء الترجيحيه 6-5 على حساب الرجاء عقب التعادل 1-1 في الاشواط الاصليه. شبكه اسمها تريفيلا البرازيليه قالت حقق الاهلي لقب القاري رقم 23 بفوزه على الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح، طبعا ده اللقب رقم 24 للاهلي، كان في لقب افرو اسيوي يمكن هم مش حاسبينه. شبكة ويو سبورت السنغالية قالت عودة إعجازية من النادي الأهلي الذي بذل لاعبوه كل ما لديهم من أجل تحقيق التعادل في الدقيقة 90 عن طريق طاهر محمد طاهر غير المتوقع، وابتسمت ركلات الترجيح في النهاية للبطل القرن الإفريقي. وكالة فرانس 24 قالت الأهلي يفوز بكأس السوبر الإفريقي بطريقة دراماتيكية بعد هدف قاتل من طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، وتتوالى ردود الأفعال وكمان تتوالى أحضان الكأس. يعني في صور نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي حبيت أوريها لكم، يعني الكأس في أحضان كل لعيبة الأهلي وكل نجوم الأهلي. بصوا قدامنا كده قفشة وهو نايم في الطيارة حاضن الكأس، بعد كده هتلاقوا برضو صورة اللي بعد كده مين عندك قفشة وعندك ده أليو ديانج وهو يعني حاضر الكاس وبيقبل الكاس السوبر، وده حسين الشحات ونايم حاضن الكاس يعني في لحظة يعني بعد تعب وإرهاق كبير جدا وضغط نفسي رهيب في مثل هذه المباريات. وادي محمد شريف يعني نظرة يعني كلها إجهاد من محمد شريف، هو حاضر برضو كأس السوبر الإفريقي. وبعد كده اللقطة بتاعت طبعا وهو نايم باخد تعسيلة كده في الطيارة حاطط على رجليه الدفاية ولا البطانية الصغننة دي وحاضر الكأس زي ما يكون يعني بصدق ان هو خد الكأس بعد لقبين فقدهم موسيماني، لقب الدوري المصري ولقب كأس السوبر المحلي، فكان خير تعويض قدام الجمهور لبيتسو موسيماني هو كأس السوبر الإفريقي.